السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صيانة لترومبا كلبي، ده محرك 3/4 حصان. المشكلة ان المحرك بيسخن جامد جدا اثناء التشغيل نتيجة لوجود شيء جوه الترومبة بيعوق الحركة، واحيانا المحرك ما بيقدرش يقوم، يعني بيقف، بتضطر ان انت مثلا تلفه بحاجة علشان يشتغل. فهنشوف ايه اللي جوه الترومبة ونحاول ان احنا ننظفها ونشيل الشيء اللي هو اللي بيعوق التشغيل ده. اول حاجة طبعا بنفك الترومبة، كان في حاجة جوه الترومبة، حاجة زي سيليكون كده، شلناها. طبعا الصدى جوه جسم الترومبة كان كتير جدا، فاحتمال يكون هو ده سبب إعاقة الحركة يعني. فهنصنفرها ونركبها تاني، ده أحد الأسباب. أنا يعني كان في صوت أثناء التشغيل كده، كأن في مثلا حصواية جوه أو حاجة زي كده. هنصنفرها بالفرشة السلك وهنركبها تاني، وإن شاء الله يعني تزول سبب المشكلة يعني.
لما